انا عرفت النتيجة يوم السبت، وعرفت ان انا من الاوائل يوم الحد بعد المؤتمر. يعني كان ما كذا حد كلمنا بقى علشان يعملوا قائمة، ما كنتش اعرف، بس بقى بعد كده بابا عارف ان انا يعني التانية بقى، ولقيت صوري بقى كلها على الفيسبوك بقى وكل حاجة. بس قعدت اعيط، كنت فرحانة جدا، مش مصدقة اصلا ان ده بيحصل. يعني خلاص كانت النتيجة طلعت، وعارفة انا جايبة مجموع كويس، فالحمد لله. يعني مش بقى مستنية، يعني كنت مستغربة ان هو ازاي ما طلعتش من الاوائل، بس يعني الحمد لله. وبعدين بقى اتفاجئت بصراحة، كانت فرحة تانية. احساس يعني جميل، والف حمد، شكرا لك يا رب. يعني هي كنت متوقعها، يعني لان فاطمة ما شاء الله، وهي من اولى ابتدائي، وهي اول على طول. يعني طبعا احساس ما توصفش. المفروض انا كنت فرحانة، بس كنت بعيط بعيت من الفرحة. وطبعا دموع الفرحة حاجة مختلفة تماما عن أي دموع تانية. كان قلبي فرحان، وكل يعني مش يعني إحساس فظيع. مشكلة إنها سنة طويلة جدا يعني، بس هي كدراسة سهلة، والفكرة بس كلها في ضغط المدرسين. مثلا إحنا ننزل الصبح، أو بقى دروس تفضل 4 ساعات أو حاجة، ده كان بيبقى ضغط. لكن بالنسبة بقى في البيت ما كانش فيه بصراحة، ما كانوش بيحسوني أبدا أنها ثانوية عامة بقى، والبعبع بقى والسنة الصعبة دي، لا خالص. طول السنة كان من أول السنة خالص إحنا متفقين أن الثانوية العامة سنة زي أي سنة، هي مش فرقة. إحنا كنا بنذاكر كل السنين، وكنا بنمتحن، وكنا بنطلع من الأوائل، وكنا بنجيب درجات كويسة، مش هتفرق الثانوية العامة. كانت الدروس بقى، يعرف حضرتك روح وديها السنتر ساعتين ثلاثة مثلا، ممكن يا إما قاعد برا يعني، ممكن على كافيه أو حاجة، وبعدين أروح أجيبها من السنتر، يا إما أروح وأرجع تاني عندي شغل. ممكن هي يعني خليها بقى يعني تتصرف بقى ترجع أوفر، يعني كان ضغطي علينا يعني، بس الحمد لله. يعني أصعب امتحان بالنسبة لي كان كلهم كانوا بصراحة نفس المستوى. يعني كنت ببقى خارجة الفكرة أنا محتاجة راجع علشان أتأكد أن أنا حالة صح، بس هو التاريخ بصراحة كان أتقل مادة، كان أتقل امتحان. النصيحة اللي هو أولا ما فيش ضغط ولا توتر ولا أي حاجة خالص، هي سنة سهلة وزي بقية السنين، واللي تفوق قبل كده ان شاء الله يتفوق، واللي حتى يعني لسه بيبدا والله السنه يقدروا يجوا فيها اعلى مجموع كمان. بس الفكره في المذاكره اول باول، يعني طالما شايفها او شايف الولد او البنت بيعملوا عليهم خلاص، انت ما يعني ما تضغطش عليهم بقى، وفي نفس الوقت ابعد عن اي بقى اي مشاكل اي ضغوط، ده شيء طبيعي لازم اي بيت بيمر بيها ضغوط، ممكن ماديه نفسيه، يعني يبعد خالص، يعني هم في ما لهمش دعوه باي حاجه. اقول لها احنا يعني زي ما قلت لها قبل كده، طريق الالف ميل بيبدا بخطوه، الثانويه العامه دي خطوه، واول خطوه على اللي جاي. ف يعني يعتبر الحمد لله احنا خدنا خطوه كبيره، يعني خدنا خطوه حلوه، فربنا يوفقها ان شاء الله يا رب في اللي جاي. اقتصاد علوم سياسيه ان شاء الله. نفسي بصراحه اشتغل بقى في سلك الدبلوماسي كده، واسافر بقى وامثل مصر بره يعني.